اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله الامور تكون على خير وبخير. مرحبا بكم الناس اللي كتبعونا من مقر العمل ديالهم، صباحكم مبروك. الناس اللي يلاه غادي لخدمتها الله يوفقكم يا رب، والناس اللي كتشوفنا في المنازل ديالها صباحكم مبروك وبكل ما تمنيتو والله يرفع لنا هاد الوباء. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم. كما كتشوفوا اليوم حنايا من خلال جولتنا الصباحيه غادي نقربكم بالاجواء في المدينه. كذا هو كيفاش دوزو، بغينا نعرفو أكثر كيفاش دوزو أول ليلة وحنايا في اليوم الثاني من بعد قضاء إغلاق مدرسة الدار البيضاء وتأجيل الدخول المدرسي ومجموعة من الإجراءات اللي خصت مهمة مدينة الدار البيضاء. أم محمد آدم تحية ليك، صباحك مبروك لالا، نتمنى إن شاء الله تكون على خير وبخير، ونتمنى أن الأجواء تكون في احسن حال. كما قلت لكم حنايا في الدار البيضاء تم تطبيق مجموعه من الاجراءات اللي في صلب اهتمامات المواطن المغربي كالدخول المدرسي، اغلاق المحلات التجاريه على الساعه الثالثه جوالا، المقاهي على الساعه الثامنه، والمطاعم على الساعه التاسعه، وتطبيق حالة الطوارئ والحظر ابتداء من الساعة العاشرة مساء، يعني ابتداء من العاشرة ديال الليل المواطنين كيكونوا ملزمين انهم يدخلوا المنازل ديالهم، ملزمين انهم يمشيو المنازل ديالهم ويدخلوا. صباح النور اميرة ابي، تحية لك، شكرا لك على تفاعلك، نتمنى ان شاء الله تكوني على خير وبخير. إذا مشاهدينا الكرام، موضوعنا النقاش هو واش التزمتو في أجواء كديرة في مدينة الدار البيضاء؟ إذا مشاهدينا الكرام، اليوم الدار البيضاء كتعيش اليوم الثاني لتطبيق قررت إغلاقها، إغلاق مدينة الدار البيضاء، إغلاق الأسواق وقت معين، المقاهي وكذا المطاعم. قررت تخص الدخول المدرسي مجموعة من الأشياء. نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. صباح الخير من الجزائر، تحية ليك. ومن أوران، تحية ليك لله، نتمنى إن شاء الله تكون على خير وبخير. تحية ليك. نتمنى ان شاء الله الامور تكون على خير وبخير. اذا المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا اجواء صباحيه، كاين شويه ديال الطريق حمراء لانه الناس متجهه المقر ديال العمل ديالها. الله يوفق الجميع يا رب. واش بصح مدينه الدار البيضاء تشدات تماما، فالدخول والخروج من العاصمه الاقتصاديه يتطلب وجود رخص استثنائيه مسلمه من لدى السلطات المحليه. تم اغلاق الاسواق ابتداء من الساعه الثالثه، اسواق القرب ابتداء من الساعه الثالثه بعد الزوال. كذلك قرار جاري او ساري على المدارس العمومية، فتم تأجيل الدخول المدرسي كما شفنا البارح في مجموعة من المؤسسات التعليمية. فيما يخص ولوج المنازل فهو ابتداء من الساعة العاشرة مساء، يستوجب على جميع المواطنين أنهم يدخلوا مقر سكنهم ما عدا الناس اللي في القطاعات الحيوية والحساسة والتي كتطلب الوظيفة ديالهم أنهم يبقوا خارج المنازل ديالهم. نفس الحوايج طبقوا كذلك على المقاهي والمطاعم، في المقاهي شدات مدينة الدار البيضاء على الساعة الثامنة مساء، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمطاعم على الساعة التاسعة مساء. إذا المشاهدين الكرام، نتمنى أن الأمور تمشي مزيان. 14 يوم نصحتنا أننا نحترموا أكثر تدابير السلامة الوقائية باش هكا نتمكنوا من السيطرة على هذا الفيروس اللعين. نرجع ونتفاعل معكم وتقديركم. تحية لكم أخي واش
المدارس الخاصة حتى هي أكيد فمجموعة من المناطق تم تأجيل دخول المدارس فيها. وليد حمزة ما عرفت لأخويا شنو اللي بالك ماشي هو هذاك. مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بآرائكم باش نقدروا نتفاعلوا معها. كومونتير ديال كمال الشوفين كيقول سوق القريعة هو أخطر، هو الخطر المنتظر، ليس هناك احترام للكمامة والتباعد الجسدي. كمال كيشوف أن سوق القريعة هو أحد مو سوق القريعة ليش متعرفوش، هو أحد أكبر وأهم أسواق بنيس الدار البيضاء بعد سوق جارز علال ودرب عمر. كيجي القريعة واللي كيعرف نشاط تجاري كبير وحركة غير معتادة. فران بشير تحية لك اخويا، لا لا صوتي مقاد غير الصباح. فؤاد اقلو ضروري الكونفيرمو اخويا لانه هادشي في صحتنا اكيد في لازم نحترموا تدابير الشرم الوقائيه لانه 14 يوم ديجا وهادشي في صحتنا. اذا المشاهدين الكرام كان هذا هو لايف هاد الصباح، هذا مجال غادي نطلق معكم في لايفات اخرى لنتفاعلوا فيها مع مواضيع كتهمكم. شكرا لكم لوفائكم وتتبعكم، كان معكم علاء، تبقوا على خير وبقوا ديما اوفياء لقناتكم قناه القرب شوف تيفي. شكرا لكم.